مشاهدينا، وللحديث عن إعادة تموضع القوى الكبرى في العالم والصراع المستعر بينها في ظل مناورات الأسد المتأهب، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. انطلقت مناورات الأسد المتأهب في الأردن بمشاركة بريطانيا وأمريكا وفرنسا ودول عربية، كيف تقرأ توقيت هذه المناورة في ظل التحركات العسكرية الروسية والصينية والتوسع الإيراني؟ أرحب بك وبالمشاهدين الكرام. لا شك أولا هذه الدورة هي العاشرة، نعم، وليست الأولى، لكنها أتت في ظروف، يعني نحن نلاحظ أن هناك في الحرب الروسية في أوكرانيا هناك مواجهة تهديد المحطة النووية زابوريجيا. أنا في ظني أن يعني روسيا تعتبر أن هي أمام تهديد وجودي، وترى أن يعني استخدام السلاح النووي جزء من عقدة الجيش، من عقيدة الجيش الروسي. ولذلك يعني في كذا تطور، في هناك تطور يعني في البحر الأحمر، اعترضت البحرية سفينة بحرية إيرانية جمران واحتجزت زورقين من يعني الأسطول الخامس الأمريكي الخامس في البحر الأحمر، وطبعا تم الاحتجاز ليومين لكن تم إطلاق الزورقين بعد تهديد أمريكي. ولذلك هذه المناورات التي تجرى في الأردن إنها هي لتحاكي جانبين، التهديدات الإرهابية والمقصود بها إيران، والتهديدات الجديدة. التهديدات الجديدة هنا يقصد بها استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها، سواء النووية والكيماوية بكل أشكالها. الغريب في الأمر أن الدولة الوحيدة التي لم تشارك في هذه المناورات هي دولة مصر، وفي ظني أن يعني لم تود مصر أن يعني تزعج روسيا بهذه المناورات، تحليل خاص يعني. ولكن أنا أعتقد أن يعني المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، لبنان، كل هذه الدول بجانب دول أوروبية يعني مشاركة، بجانب أيضا دول من آسيا، من أفريقيا، كينيا، اليونان، بلجيكا، باكستان، استراليا، يعني هذه الدول كلها، والمغرب ايضا لم تشارك، الجزائر. طيب هنا دكتور يعني لو سمحت لي، الوقت يداهمنا. ايران من ناحيتها بدات في رفع الاستعداد في عدد من مدنها تحسبا لاي هجوم محتمل، هل تعتقد يعني ان هناك امكانيه لضرب ايران مباشره بعد استهداف اذرعها خلال السنوات الماضيه؟ لا أظن أن ضرب إيران من أجل أذرعها. أنا في ظني أن هي الأزمة الآن بسبب الاتفاق النووي، والأزمة التي يعني تحركها إقليميا هي إسرائيل، لأن إسرائيل هي تعترض على الاتفاق النووي، همها الوحيد ألا تمتلك إيران يعني مفاعلات نووية تهدد وجوده، لان هي تهديد وجودي لاسرائيل. نعم. لكن المملكه العربيه السعوديه هي لا تنظر فقط الى هذا الجانب، بل تنظر الى الاذرع الايرانيه المنتشره في المنطقه، من الحوثيين، من حزب الله في لبنان، الميليشيات في سوريا، في العراق. هذه الاذرع التي تطالب المملكه العربيه السعوديه بان تكون جزء من الاتفاق النووي. نعم. وهنا الحقيقة ترفض إيران، ورغم أن المملكة العربية السعودية مدت يدها لإيران من أجل التهدئة، من أجل إقناعها أن تشترك معها في التنمية الإقليمية، من أجل تحويل الشرق الأوسط إلى شرق أوسط أوروبي،
يعني لأن الاقتصاد الإيراني فيه ثلاثة أعوام انخفض 56% من 475 مليار دولار إلى 191 مليار دولار. أنا أعتقد يعني ليس هو بسبب العقوبات فقط، وإنما هو بسبب السلوك الإيراني وإصرار إيراني على النفوذ. الآن حينما يعني السفينة البحرية جمران تحتاج زورقين في البحر الأحمر، ما دخلها بالبحر الأحمر؟ هذا الذي تطالب به المملكة العربية السعودية، لأنه إيران تتوقف عن تهديد الملاحة البحرية والممرات البحرية. طبعا أعالي البحار مسموح لكافة الدول، لكن تهديد الملاحة البحرية والممرات البحرية، خصوصا معروف أن مضيق باب المندب ومضيق هرمز كلها ممرات بحرية للنفط الذي يعني يمول هو شريان الاقتصاد العالمي. ولذلك هنا المملكة العربية السعودية حاولت أن تمد يد التهدئة لإيران، وهنا خمس جولات أجريت في بغداد. الجولة السادسة على أساس أن تكون السابقة كانت أمنية ما بين الخبراء الأمنيين والاستخبارات، الجولة السادسة ستكون بين وزيري الخارجية. حتى الآن المملكة العربية السعودية ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات قبل أن تحقق إيران الشروط التي هي ليست شروط، وإنما هي أن تتوقف إيران عن دعم الميليشيات في المنطقة بشكل خاص في اليمن. شكرا لكم ونعتذر لضيق الوقت. من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.